عليكم. اهلين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. نورتونا بفيديو جديد. محتوى الفيديو اساطيري، جيم بلاي على البث المباشر مثل كل مره يوميا على الفيسبوك، الروابط موجود تحت بالوصف. جيم بلاي كان كثير نار، اوكي، نزلنا في التور وما راح اطول عليكم اكثر من هيك. ان شاء الله يعجبكم المقطع، لا تحرمونا من اللايك والشير والسبسكرايب. واخر المقطع راح اعمل السحب على فاير باس في اخر فيديو نزلته على القناه حبايبي الكرام. وهذا الفيديو عليه كمان مسابقه مثل ما وعدناكم حبايبي. لا تنسونا مشاركه البث والفيديوهات على اليوتيوب، تشتركون ونشوفكم فيديو جديد. نعم اصدقائي، الان سكواد جيش اليكو يحلق في سماء الكلوك تاور. نعم، يترقب الاعداء. هنالك ثلاث سكوادات معنا اصدقائي الاعزاء، هنالك ثلاث سكوادات احبائي الاعزاء. نرحب بهم. اهلا وسهلا بهم. غير سلاح بالرحب والسعه. قدام وان داون وتحت انا لقيت سلاح قلت اقول يقول شو ترى شكله هيك ترى قطعتوا لفوق انتو شباب؟ اضربوا بالدراجونوف، اضربوا بالدراجونوف. كم واحد عندك حسينو؟ عندك طلقة من عندك. ما مات؟ دم خنزير يا علي. خذ الدراغنوف، خذ ليه؟ شو فيه؟ شو فيه؟ وين في احد؟ دراغنوف ضربه قوي، صاير بعد عليه ضربه قوي كثير. دراغنوف في عندي انا، خلنا اروح اجيبه. يعني انت بتنصح بدراغنوف يا صديقي؟ ايه هذا دراغنوف. يا كم دمج دراغنوف؟ 120 في البدل. اوه ممتاز ممتاز، يا هذا طلقتين يكون خالص. ايه انتبه علي بناس اللي قدام هون. بدأت واحد بالهيد شوت، جميل جدا. هاي التحمية طولت. التحمية بيض. احداثيات صديقي. انا عندي واحد هون. وينه ابو الليل؟ وينه؟ فوق. يا شباب البوكس لسه دمج 550 ولا نزلهم؟ والله ما بعرف. شو البوكس؟ ما اتوقع يغيرون شيء يا ابو الليل. نفسه ما نزل. البوكس هو كلا. كلا يعطيك الهد. بس افضل شيء صار وهنوك ليش تحط في اي شخصيه؟ الان انا شابكها في شخصيه البنت. حطاني في شخصيه البنت. حلو والله، هنوك مع شخصيه البنت حلو كثير. هذا شو هذا عم يضربني من ورا؟ Two down. أبو شريك two down. ثواني أبو الليل. نزلت واحد كمان؟ أوكي عندك فجر ولا لا؟ فجر طالع راسه. موت أبو الليل. قنبلة.
ما عندي ثلج. اوكي رح نرجع معناته، جايز حالك. باك. ثواني. وقف محلك. ثواني. يلا ارجع 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 ارجع. يلا تعال. كم صار الدمج البي اس اس؟ هذا كانوا شايل البي اس اس ولا دراجونوف؟ انا شايل دراجونوف. ثلاثة داون ثلاثة داون ثلاثة داون ابو شريك ثلاثة داون. فنشته فنشته فنشته. مش ثلاثة مش ثلاثة يا هادي مش ثلاثة. باقي اثنين. ابو شريك انا هالطريقة ما افهم بيها، اذا ما اطلع عليهم ما اشوفش بلاهم ما اعرف. اجي اجي الفزع اجي الفزع على حالة. لا توقفوني. هلا بدراغونوف وكمل بدراغونوف شباب. ابو شريك تمام احميني احميني. وين ابو الليل؟ بالبيت الاحمر بيت الاحمر بيت الاحمر قدامك مباشرة. لما تظهر طالع لفوق انا تبع فوق. حسين وينه عمورة؟ عمورة عمورة مريض ما بعرف شو صار له يومين، ما عنده نيت او ما بعرف شو الموضوع بالضبط ما بعرف. ترك 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 تحية من الجزائر يا اساطير نورين يا اخوان. شافو دمو رايح دمو رايح عليكم. مين 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 نزلت نزلته حبايب قلبنا على الجزائر منورين. نزلته نزلته في واحد ثاني بالقريطة ابو شيك بالقريطة يمكن بالبرج بالبرج ممنوع يا شباب الروابط ممنوع من فضلكم. شو هذا بالقريطة برج برج راح يتم حذفه اذا تكرر راح يتم حذفه من فضلكم بلا روابط. نزلت اثنين ابو شريك من فلسطين محمد تحية لك حبيب قلبي. اخوك من الجزائر بلال اخوك من الجزائر حاب تعمل مقلب النوب اتمنى تقرأ تعليقي.
سامع يا وشي. ثواني اقول لك، ثواني اقول لك فكره. اهل المغرب منورينا والله يا اساطير، من سوريا اهلا وسهلا. دولة البي سي تكلفته حسب كل دولة، يعني بدك تسأل عندك كم كل كله. أبو الشيك ترك ترك لك كلات شو في شوي كله. في واحد ثواني أقول له. إيه سمع. سيمو سلام رجال. علي يا وسخ، شكرا لك حبيبي على التعليق الحلو. بعد شوي أبو الشيك بعد شوي. مساء الخير ابو معن الزعبي من الاردن، نورني يا اهل الاردن. ابو شيك اترك لك كلاتها. حسين جلال او خليل او ايش، حسين من تونس. والله انا حتى طيب حسين مين عم. نورنا يا قلب. ماريد انا اول مره اشوف واحد من تونس اسمه حسين. لا بضرب اللغم، لا بضرب. فوتوا على اليمين حسين. ما في بث على قناتك على اليوتيوب؟ والله يا اساطير البث على القناه ما عم اشتغل عليها. قولوا ابو ليلى صارت والله ابو واحد داون. ان شاء الله راح انزل فيديو ان شاء الله بكره. بعد ثواني شوي خليك معي. خليك بيني اكثر شيء بالبثون يا اساطير. كفو عليك عادي. مين اللي يتحدى عليك وعلى 18 كيل؟ قسم بالله اذا شفتك في التعليقات الا احضرك. وين اللي يتحدى عليك وعلى 18 كيل؟ كتب بالتعليقات قال على 1000 جوهره. بس لازم يجي 18. يلا 18000 جوهره. يلا راح اطلع بلوك. اذا ما طلعت اطلع راسك. اوكي احبائي كيفكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله عجبكم المقطع. احبائي بالنسبه من شوي كنت عم بعمل سحوبات على اخر مقطع على قناه اليوتيوب، عملت تقريبا اخترت اكثر من 20 شخص عم بعمل سحب ولا واحد رد، عم ببعث طلب اصدقاء ما حدا عم يرد. لهيك شباب في هذا الفيديو الان الموجود راح نعمل سحبين على 2 فاير باس. اوكي الشروط، تحط لايك وتشترك بالقناه وتحط هالمره تعليق يكون حلو كتير، تعليق جميل. اوكي اجمل 2 تعليقين وتحطوا الاي دي ماو راح اربحهم الاثنين فاير باس. اوكي حبايبي الكرام ان شاء الله عجبكم المقطع، بتاسف كثير من الجوده كنت جايبها من البث، طبعا بتاسف كثير، ان شاء الله تكون جوده حلوه. اذا جوده حلوه كمان اصدقائي اكتبوا بالتعليقات وناقشونا بهذا الامور، وبشوفكم مقطع جديد حبايبي الكرام. تشاو.